يبحر الأسبوع المنصرم. وبرر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولانوار هذا الارتفاع بنقص في التموين جراء التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة من شمال البلاد طيلة 24 ساعة الأخيرة. ولاحظ بولانوار تسجيلا بارتفاع ب30 دينار في أسعار جل المحاصيل الفلاحية سيما الواسعة الاستهلاك. نعرف ان هناك انخفاض في الاسعار بالمقارنه مع الايام الاولى تاع رمضان. الانخفاض في الاسعار صحيح ماهوش ممكن بالنسبه اللي كنا متوقعينها، ولكن هناك انخفاض يقدر معناتها بين 20 دينار و 30 دينار في الكيلوغرام الواحد، هذا بالنسبه للخضر والفواكه. لكن ممكن الشيء اللي عطل انخفاض اكبر في اسعار بالنسبه للخضر والفواكه هو تساقط الامطار. وما ما يخفاكش ان اثناء تساقط الامطار يتوقف جميع الفلاحين والمزارعين عن جني محاصيلهم الزراعيه، فيحدث ما يسمى خلل على مستوى سوق الخضر والفواكه. هذا الخلل يؤدي الى ارتفاع الاسعار او على الاقل يمنع انخفاض الاسعار. كان هذا اخر خبر في نشره اليوم. نشكر